السلام عليكم. الفيديو هذا باش يكون مخصص للنادي الافريقي. برشا انتدابات، حاجه اكيده كنا معاقبين، كنا مجمدين، كان عندنا بريسك ملاعبيه فيهم اللي قدم الاضافه ما ننكروش، وفيهم الملاعبيه اللي ما عطاوش اضافه جمله للكلوب افريكان. وكيف كيف زاد وقت باش تكون ممنوع من الانتداب باش تطلع الصغيرات اللي عندك، كيف كيف فما شكون اللي قدم الاضافه منهم وفما شكون اللي خرج اعاره واللي نتصور ماهوش باش يرجع مره اخرى للنادي الافريقي. هذاك علاش اليوم يعني فتح باب الانتدابات، قمنا ببرشا انتدابات ملعبيه، والحاجه الباهيه اللي بريسك الملعبيه الكل سواء مروا على البطوله التونسيه والا مروا على النادي الافريقي، دونك انتدابات كانت مدروسه من صابر خليفه. ولهنا حاجه مهمه انك تحط معناها انسان كوارجي ملاعبي يفهم في الامور الفنيه، يعرف بريسك حتى الحساسيه نتاع الملاعب باش يندمج والا لا مع المجموعه. هذاك علاش قمنا بانتدابات بالنسبه ليا حاجة نقولوا طيبة برشا لنا منهم إلى حد هذه اللحظة، العامر العمراني وأكثر غيث الصغير اللي تميز بسام إصرار في إيدو، وإن شاء الله البقية باش تجي ورا بعض. وأخيرا ومؤخرا وليس آخرا نحكيو على رشيد العرفاوي. رشيد العرفاوي ابن النادي الإفريقي اللي مر برشا تجارب في البطولة التونسية، أخيرا مستقبل سليمان ومن بعد الترجي الرياضي التونسي، وفشل نوعا ما مع الترجي بالرغم اللي قدم مردود نقولوا محترم في اخر السيزون اللي فاتت، لكن نعرفوا الترجي توا في التجديد معناها ليكيب وحشدها باكثر بلاصه. هذاك علاش رشيد العرفاوي ممكن يلقى روحه باش يخرج اكثر من المجموعه. هذاك علاش تم الفسخ بالتراضي يضري مع الترجي التونسي وانتدابه رسميا من النادي الافريقي، وريناه الخبر هذايا الكل. وبالطبيعه رشيد العرفاوي باش يعطينا الاضافه، حاجه اكيده بالنسبه لي، ملاعبي عنده الكاليتي لو يوظف في المكان الصحيح. ونحن حاليا معنا الكلوب افريكان عانيو من زوز مراكز، المركز الاولاني هو الظهير الايمن، والمركز الثاني اللي هو معناها ملاعب جناح هجومي على الجهه اليسرى، على خاطر حمدي العبيدي قلت خطورته برشا وقت لعبنا بحمدي العبيدي على اليسار وبسام صرار في على اليمين وايدو في محور والا في قلب الهجوم. دونك الكلوب افريكان مؤخرا ان شاء الله في اخر الساعات القادمه باش يتم الامضاء رسميا مع لاعب غيني الاستوائيه المتوسط الميداني اللي نجم حسب رايي يلعب كبروفيل نتاع صانع العاب، نجم يمشي حتى على الجهه اليسرى يعوض حمدي العبيدي، نجم يكون البروفيل نتاع ملاعبي اللي نلوج عليه، ملاعبي كيما حكيت اسمه فيدريكو، لاعب غيني الاستوائيه، لاعب المنتخب الغيني، عنده كيف كيف الجنسيه الكاميرونيه، عمره 27 عام، لعب بالطبيعه وخرج من غيني الاستوائيه، تدرج في بعض الفرق الاسبانيه، فما ساعات معناها لعب في الدرجه الاولى الاسبانيه في الليغا، لعب اكثر السنوات في الليغا 2، دونك ملاعبي ممكن ما خذاش اكثر دقائق مع الفرق اللي لعب بها، ديما يخرج اعاره، لكن مع منتخب غينيا الاستوائيه ورى برشا امكانيات، ومن الفيديو تفهم برشا حاجات. وكيما حكيت قبل خاصه معناها بالرغم معناها اللي ماناش باش نحكم على ملاعبي من فيديو قصير فيه 3 ولا 4 دقائق، هذه حاجه اكيده، لكن وقت اللي يكون عندك ملاعب والا في 3 4 دقائق ولا حتى ساعات دقيقه من اللمسه الفنيه الاولى والثانيه تعرف اسكو الملاعب هذايا عنده والا ما عندوش، اسكو يعرف اش معناتها كره قدم والا عطيها بالظهر، وخاصه وقت اللي يكون والا وقت اللي نحكيه على لاعب افريقي ونعرفوا مشاكل خاصه النادي الافريقي مع الملاعبيه الافريقيين، عكس مثلا النادي الرديسفيقسي اللي قاعد يعمل في برشا انتدابات من افريقيا، اخرها معناها خماسي من الكودوفوار، بالنسبه لي انتدابات ناجحه وناجحه برشا. دونك الملاعب هذايا ملاعبي مجرب، ملاعبي معناها لعب والا سبق ولعب في نوادي احترافيه في اسبانيا، دونك ماهوش بيعمل لك مشاكل. والقيمه التسويقيه نتاعو حاليا بين 250 و300 ألف دولار حسب ترانسفير ماركت. دونك ملاعبي انا واحد من الناس فرجت حاجه اكيد على الفيديو، ما عنديش معناها برشا افكار على الملاعبي، لكن من اول ما ريت الفيديو من الدقيقه الاولانيه فهمت كل شيء. راهو الملاعبي كي يبدا ملاعبي راهو من اول لمسه ثاني لمسه تفهم كل شيء. الملاعبي يلعب بالساق اليسرى مجملا والا مغلبا، الملاعبيه نتاع اللي اي ملاعب معناها تجيبه من الافريقي يكون قوي في البنيه الجسديه، يكون معناها تكتيكمون ممكن مقبول، لكن في الفنيات يكون ملاعب يتحسه لوحه ما عندوش الامكانيات الفنيه باش يفسخ لك واحد واثنين والا اللمسه الفنيه باش يخرج لك باس نتاع معناها راس راس والا ورا التكون والا باس، معناها في برشا ابداع. دونك انا واحد من الناس استغربت من وجود ملاعبي كيما هكاك حسب الفيديو ماهوش نتاع البطوله التونسيه، دونك صفقه في الجول للنادي الافريقي، صفقه في الجول بالنسبه لصابر خليفه، ملاعبي عنده لمسات فنيه خارقه للعاده، رجل ساق
ساق يسرى ممتازه ممتازه جدا. وتو نشوفوا الملاعب ان شاء الله مع النادي الافريقي باش تفهموا كلامي على شنو نحكي. دونك نحكيوا على ملاعب بدنيا قوي برشا في الديار ما يرحمش، وحاجه اكيد ملاعب افريقي وقت اللي باش يلعب في الملاعب والا في الفرق التونسيه باش يكون عنده هو الاسبقيه البدنيه. كيف كيف الملاعب فنيا كما حكيت عنده ساق يسرى بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كما نقولوا التوب نتاع البطوله التونسيه. ما نتصورش فما ملاعب عندنا يساري خاصه عنده الامكانيات هذيك، والا افريقي يدخل بالامكانيات هذيك. ومعناه واحسبوا عليا الكلام هذا ان شاء الله، على خاطر بالرسمي ملاعب عنده فنيات كبيره وكبيره 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 برشا. هذا حسب الفيديو اللي تفرجت فيه، وما نتصورش ملاعب يعمل لك في اللي في اللي جيست تكنيك هذوكم وقت اللي باش يفسخ لك زوز وثلاثه مع بعضهم، معناها في متر وزوز متر بجيست تكنيك باش يوحى لهم بعض. دونك تعرف اللي الملاعب عنده مخزون كروي كبير وكبير برشا. كيف كيف حتى انتقاله من فريق في غينا الاستوائيه انتقال معناها حر للدرجه الثانيه الاسبانيه يوريك اللي هو الملاعب كان ممكن يكون ملاعب موهوب، وكان ممكن يندمج اكثر مع البطوله الاسبانيه اللي بقى يبدل من فريق لفريق. ممكن تحسوا مشروع نتاع ملاعب افريقي العال اللي قاعدين نراو فيهم ديما يخرج من افريقيا يمشي الفريق معناها متواضع في اوروبا، بشويه بشويه تلقاه يلعب في البريمير ليج. دونك الملاعب هذا ممكن ما مشتش معاه الدنيا، ما مشتش معاه ما نعرفش انا الظروف، لكن الملاعب عنده الكاليتي الحمد لله. اخويا الكلوب افريكا وصابر خليفه وقت اللي باش يجيبوا لنا ملاعب افريقي يظهر لي معناها الاختيار باش يكون موفق وموفق برشا. دونك الكلوب افريكا حسب وجهه نظري هكا اكتملت التشكيله الاساسيه. بالطبيعه في حراسه المرمى معز حسن، على الجهه اليمنى بالنسبه لي رشيد العرفاوي، على الجهه اليسرى الحمروني، في محور الدفاع الشريفي وعامر العمراني بالطبيعه البدوي اللي شاكي بينا، وهذه حاجه معناها استنسنا بها وتعودنا بها. اخويا ريح السد ما يرد كانك معناها باش تكون راجل اخر لحظه وباش تتنازل على شويه وتضمن حقك في شويه وترجع تترينا ترجع تكور مرحبا، كانك باش تعمل ريشه معناها على شعرك وعلى والا على راسك. خويا كيما حكيت معناها في لمان معناها ما عطيتش برشا للنادي الافريقي، ما خليتش اسمك هو غازي عبد الرزاق ممكن نتفكروا له الباهي. رامي البدوي يضري ما فماش باهي مع النادي الافريقي، ما عملش مباريات كبيره وكبيره برشا وديما يظل ضد النجم الريدي الساحلي. دونك كيما حكيت بيبع عليه وخلصوا فلوسه وملا راح. دونك كيما حكيت عامر العمراني الشريفي في اللاكس في محور معناها وسط الميدان يضري باش نمشيو اكثر للعبه نتاع 4 2 3 1 زوز معناها كارتكاز. نحكيو على احمد خليل ونحكيو على حسام السويسي الثلاثي اللي باش يكون القدام. نتصور معناها الملاعب بحاجه اكيده فريدريكو باش يكون على الجهه اليسرى، بسام صرافي على الجهه اليمنى، وايدو باش يكون كقلب هجوم وتحته غيث الصغير. ولهنا ممكن حمدي العبيدي عوضت مع غيث الصغير وقت اللي باش نلعبوا بونتا، وراه 9.5 اللي حمدي نتصور باش يترشق في البلاصه هذيك. ما نعرفش برشا اختيارات للسيب برشا معناها شواء للمدرب هذايا يزين. اخويا من الديالوج نتاع ما عنديش ملعبيه ما عنديش حلول، توا حاليا عندك بريسك دوبلور في اي بوست انت تحب عليها. دونك ما عليك كان افريقيا يا سيبي افريقيا، الكاس الكونفدراليه حاجه اكيده وحاجه ضروريه انك تعدي لدوري المجموعات. من بعد خويا هات اش عندك وخلينا نوصلوا لابعد الحدود، على خاطر عندنا الامكانيات وعلى خاطر فرضين وموجود كل الامكانيات الموفرين لكل شيء باش تنجح بالنسبه للبطوله. هانا بشوي بشوي نتبعوا في اخر الايامات ونعرفوا ان شاء الله بطبيعه الناس الكل باش نتحاسبوا في مرحله البلاي اوف ان شاء الله. دونك هكا وصلنا للنهايه نتاع الفيديو، مبروك علينا الانتداب الاخير وقبلوا العرفيه وقبلوا الملاعبيه الاخرين. ميركاتو بالنسبه لي ناجح وناجح برشا للنادي الافريقي، وان شاء الله نشوف جمعيتي متالقه سنا ويزينا من الفيديوهات نتاع الستريس والاعصاب وتطليع الدم ان شاء الله. الفيديوهات كلها فوز مريح فوز معناها ثابت ان شاء الله، انتصارات ورا بعضها باش الواحد امه على قليله في الحياه اللي يعيش فيها تتفرهد والا يتفرهد شويه وقت يتفرج على جمعيته يوم لحد ولا يوم الخميس. دونك هاك وصلنا للنهايه نتاع الفيديو، ما بقى لي كنقول لكم نترككم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.